معنا عبر الهاتف السيد سعيد عجاوي، نائب رئيس نادي الجليل. مساء الخير استاذ سعيد. مساء النور سيدي، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. ما هو جدول اعمال الاجتماع في النادي الفيصلي يوم غد استاذ سعيد؟ والله هو يعني جدول اعمال جلستنا بكره، يعني كرؤساء عندي وانا ان شاء الله راح اكون موجود. الجدول يعني هو يعني بشقين، نعم. شق موضوع تعليق المشاركة وشق موضوع الكاس وبطولة الكاس، نعم، وآلية المشاركة أو المقاطعة. فلا أخفيك يعني اليوم الاتحاد كان مجتمع، وكان اجتماع مطول برئاسة سمو الأمير علي، ولكن يعني لم يتطرقوا في هذا الاجتماع لأي قضية في قضية تعليق المشاركة. نعم. لكن اللي وصلنا هناك رسائل طبعا راح تصل عبر اعضاء مجلس الاتحاد وهم رؤساء عندي. طبعا هذه الرسائل راح تصل لجلسه بكره اللي راح تكون في النادي الفيصلي، وبناء عليها يعني راح يكون الحديث مطولا في قضيه انه احنا الابقاء على التعليق او العوده مره ثانيه في الاسبوع السادس او الاسبوع السابع وترحيل الاسبوع السادس، ما بنعرف شو ممكن يرتب الاتحاد. لكن الجلسة لها شقين، شق موضوع التعليق والآلية وردات الفعل اللي تمت من خلال الاتحاد أو ردات الفعل اللي برضو بالأندية والجماهير، زائد بطولة الكأس. ويعني بطولة الكأس يعني بتعرف فيها مش فقط مقتصر على أندية المحترفين، يعني فيها جهات أخرى، عندك أندية درجة أولى وثانية وثالثة. فبالتالي من الصعوبة في مكان إنه إحنا يعني نعلق المشاركة في بطولة الكأس. هاي وجهة نظر أنا كسعيد وكنادي الجليل، لكن انا بشعر صعب جدا يعني لانه ما في ضمان انه الدوري الدرجه الثانيه والدرجه الاولى، انديه الدرجه الاولى الثانيه، صح؟ ايوه، ما في ضمان لانه ما في يعني ضمان بيننا وبينهم، صح. فانا يعني بحكي شغلي برضو في قضيه يعني بتتناقل، انه يعني احنا يعني تعليقنا على 50,000. لا، الموضوع مش موضوع 50,000، وهذا الحكي ما اتفقنا عليه. احنا الموازنه اللي وصلتنا اللي راح تكون في الموسم هذا بدون راعي، يعني تقريبا انا اخذتها من احد الموظفين في الاتحاد المعنيين في القسم المالي، ان موازنتنا 96,000 في الموسم هذا. نعم. 96,000، وباقي لنا كاندي مجتمعين كل نادي ضايل له 20,000، يعني الان تقريبا واصل 90,000 الانديه وضايل 20,000. فبالتالي احنا كان مطلبنا 200,000، يعني بزياده 100,000 مش بزياده 50,000. الموضوع مش 50,000، لا، المطلوب الزياده 100,000، وهذا يعني حتى ال 100,000 ما راح تكفي للانديه، لانه يعني احنا اقل نادي صراحه عقوده مش اقل من 300,000 400,000. فبالتالي لما بحصل 100,000 يعني ضل عندي عجز 200,000 و300,000. هلا الانديه العاديه، لكن بتطلع مثلا زي الحسين والفيصل والوحدات، هاي مقدمه يعني عقودهم بتتراوح بال 700 وبال 800 وبالمليون. نعم. يعني هاي الانديه، وفي انديه بتتراوح بين ال 400 وال 500 وال 300. هسه الاتحاد لما اعطاني سقف 175,000، يعني طب انا يعني الكادر الفني عندي عقده كامل بحدود ال 60 70,000. يعني بضحكش على حالي، انا كيف شو بدي اجيب لاعبين؟ ايش انا اجيب لاعب من الشوارع تعمل عقود 175,000؟ انت اقل لاعب الان بدك اياه بدك تجيبه 15,000 ب 20,000. لما بكون عندك 20 لاعب وتعمل عقود ب 15,000، هي 300,000 لا صرفت، لا اكلت، لا دربت، لا طلعت، لا جيت، لا عملت معسكرات، ما اعطيتش الكوادر الفنيه، ما عملتش علاجات. فبالتالي حتى رقم 175,000 رقم يعني الاتحاد بيضحك علينا فيه، وبيطلب منك اثبات دخل حتى تقدر تزيد عقودك. هلا في عندي ما عندهاش يعني مشاريع، ولا عندها استثمارات، ولا عندها راس مال اللي تقدر تثبت دخل الا بطرق اخرى. فبالتالي يعني بكره ان شاء الله يعني جلستنا راح تكون الساعه 4 4:30 في النادي الفيصلي، ومدعوين كل الرؤساء الاندية لهذا الاجتماع. وطبعا يعني انا بعتقد انه الرسائل اللي ممكن وصلت، يعني انا بجوز التلفزيون حتى ممكن بيعرف شو الرسائل اللي وصلت، وانا بعرف شو الرسائل وصلت، لكن يعني مش ممنوع، لكن يعني للحذر انه احنا ما بدنا نحكي في الرسائل حتى بكره تكون على طاوله اجتماعنا في النادي الفيصلي، وبناء عليها راح يكون هناك قرار بكره، راح يكون في قرار. اما شو توقعاتك القرار استاذ سعيد؟ والله شوف، القرار بيعتمد على الرسائل اللي وصلت. هلا قناعات رؤساء الانديه في الرسائل او التطمينات اللي وصلت، هل ممكن؟ انا بعتقد انه يعني ممكن يكون في يعني ايقاف للتعليق الموضوع عدم المشاركه في الدوري، يعني هيك باعتقادي انا من خلال الرسائل اللي انا وصلتني شخصيا. نعم. بعتقد انه ممكن يفك التعليق ويعود تعود العجله يعني لوضعها الطبيعي في الدوري الاردني، ويرجع ترجع الانديه تشارك
في بطولة الدوري. يعني في وعود من الاتحاد الأردني بدفع هاي المستحقات إن شاء الله؟ مش في وعود، لكن يعني خليني أحكي لك شغلي، المطلوب عنوانه العب وطالب، وإحنا مش رح نقصر. نعم. اما انه انت الان تحجب نفسك وتحجب الانديه وتحجب اللاعبين عن الـ عن الـ عن المشاركه في البطوله الدوري، والطالب يعني الاتحاد بيشعر انه شوي يعني ممكن تكون الوضع صعب عليه، انه انت يعني ما رجعت الا لما حققت، لا ارجع والعب وراح نحقق لك اللي بدك اياه. نعم. وهذا هذا المنية يا استاذ سعيد ان شاء الله. يا سيدي شوف، هو الموضوع يعني احنا والاتحاد شركاء. نعم. احنا بنشتغل في منظومه واحده، بده يفهموا شغلي يعني الاتحاد وعلى رأسهم سمو الأمير، يعني سمو الأمير على رأسنا من فوق، وهو اللي صراحة الدعم الرئيسي للحركة الرياضية في مجال كرة القدم. إحنا بنحكي لهم إحنا عايزين عن الإكمال، مش إحنا اللي بدنا. أنا لما اللاعبين بيتمردوا بيقعدوا، أنا كان عندي تمرين قبل حوالي أسبوعين، اللاعبين احتجبوا وقعدوا برا الملعب، ما رضوا ينزلوا على التمرين. نعم. فبالتالي يعني إحنا خوفنا إنه اللاعبين يقول لك أنا بديش أجي على التمرين ولا بدي أجي على المباراة، مش إحنا الإدارات اللي حابين. وبعدين اللي بقول لك انه ادارات غير قادره انها توفي بمسؤوليات اتجاه اللاعبين واتجاه الفريق. مش كل الادارات يا اخوان، لازم تفهم الناس انه الناس احكيها بالمصطلح العامي، الناس قرفتنا، قرفت رؤساء الانديه قد ما طلبت وشحنت فلوس. هلا كلمه احنا متسولين، لا احنا اصبحنا متسولين اعضاء الاداره، احنا اعضاء اداره متطوعين ما بناخذ رواتب، احنا فقط بنعمل لاجل انه نقدم رواتب ومصاريف للناس اللي بتشتغل، للموظفين، للاعبين. فبالتالي ما ضل شركات، يعني انا بوجه رساله للحكومه تتدخل. انا لما بحكي انه احنا كاندي درجه ممتازه، دخل الاتحاد حوالي 11 مليون اخي، دخل التلفزيون الاتحاد 11 مليون، احنا ما بناخذ منه ولا قرش احمر الانديه الممتاز. فقط هاي الارقام سمعناها كثير استاذ سعيد، يعني 11 مليون او 10 مليون، هاي الارقام من وين؟ انا اكد لي نائب الامير، اكد لي معالي مروان جمعه انه احنا دخلنا من 10 ل 11 مليون، والسنة راح يكون عندنا عجز حوالي 900,000. هذا الحكي في الجلسة الرباعية اللي جلسناها معه لما كنا احنا مدوبين قبل حوالي 10 ايام، لما جلسنا مع نائب الامير ومع الاخت سمر نصار ومع الاخ فليح دعجة مساعد الامين العام، اكد انه دخل الاتحاد 10 مليون والسنة راح يكون عنده عجز 900,000. احنا فقط اللي بيجينا مليون ونص من التلفزيون الاردني، الاتحاد اقتطع منهم كمان 300,000، يعني احنا طلعنا 100 مليون و200,000، وزعهم على 12 نادي بيطلع لك النادي 100,000. نعم. حط غرامات على الانديه، لحق ولا انت مش طالع لك ال 80,000. فبالتالي هذا الرقم مش معقول، الاتحاد ما بيصرف على الانديه ولا تعريفي، الاتحاد فقط بيعطيك شو بيجيك. طب انا مش معقول يعني اتحاد بظهره الامير، بظهره الامير، الامير يعني صراحه كلنا بنشكره وبيشتغل، لكن الناس اللي موجوده مش معقول انت مش قادر تجيب شركه راعي، ليش تلوم الانديه اللي مش قادر تجيب شركات راعي؟ انت اتحاد يعني جهة عليا في اتحاد كرة القدم في البلد، كيف بمر دوري وما في هناك شركة راعي؟ أنا بعرف، وخاصة بدي أحكي عن الجليل، الجليل حظه سيء، لما صعدنا أول العام المناصير ترك، هبطنا، لعبوا الموسم اللي فات أجت ريادية، رد صعد الجليل الموسم هذا راحت ريادية، يعني إحنا بالسنتين اللي صعد فيهم الجليل ما في شركات راعي. حظكم مش كويس. صحتنا سيء، انا برايي انه كانه خربنا على الانديه، خلينا ننزل ونطلع الدرجه الاولى احسن لنا. فانا بعتقد الاتحاد لازم يشد حاله اكثر من هيك. نعم. احنا ما بنلومه، لكن صراحه اليوم لكن فيه اليوم ان شاء الله في الحكومه تقدم شيء. اليوم في مشاورات الاستراتيجيه لخمس سنوات، ان شاء الله الامور يعني بتنحل من هول لخمس سنوات ان شاء الله، بدايه من هاي السنه ان شاء الله. يا سيدي انا المعلومات اللي وصلتني في جلسه الاتحاد، يعني كان في دراسات منيحه ومشاورات. نعم. قضيه تطوير اللعبه وايجاد ملاعب ثانيه للانديه وللاتحاد، وكيف بده يطور الموضوع المالي، وكيف يكونوا قادرين على سد العجز عند الانديه. يا اخوي يعني صراحه انا بطلع في بعض الانديه الان ممنوعه من التسجيل زي نادي الرمته، انا حزين على نادي الرمته صراحه. نعم. نادي الرمته اللي نادي عريق ولغايه الان صار له سنتين ثلاثه مش عام بيقدر يعني يسجل لاعبين، وقاعد بفرسان اولاد الرمته عم بيلعب وما زالوا بيقدموا وبيعطي. فبالتالي لابد منه في هناك يكون وقفه شعبيه، وقفه حكوميه رسميه تنجز، لانه كره القدم هي مراه الرياضه في البلد صراحه. انسى كل الالعاب، يعني احنا صعدنا في كاس العالم في 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 بطوله كره السله وما اخذت هذاك الصدى زي ما يلعب الفيصلي امام نساف. فبالتالي يعني لا. كره القدم هي المراه، مفروض يكون هناك توجه حكومي لدعم هاي الأندية صراحة. وإحنا يعني بده يفهم وتفهم الحكومة إنه إحنا ذراعها في المجتمع، إحنا ذراع الحكومي. أنا لما بكون عندي تقريبا حوالي 500 لاعب في النادي ما بين لاعب كرة سلة وكرة قدم وتنس، ف
فبالتالي انا ببعدهم هذول عن الشارع وببعدهم عن المخدرات وببعدهم ببعدهم، فبالتالي بدك تقف معاي. بس انا قاعد بقدم وجهدي، والان يعني الشركات زهقتنا صراحه اخي اقسم بالله، فبالتالي لابد منه ينظر نظر لهي الانديه. مش معقول يطلع على الانديه اللي بتحفر بالصخر كلها، يعني تقول الفيصل ولا الوحدات، يعني الحسين الله اعطاهم عمرو بعبيد الله يطول بعمره ويعطيه الصحه والعافيه، زلمه ما قصر في النادي، والنادي الوحيد اللي مرتاح الان هو نادي الحسين، ونتمنى له كل التوفيق. لكن باقي الانديه هات تلقى 11 واحد زي عمرو بعبيد اللي يشيل نادي، ما بتلقى ان شاء الله نلاقي 11 واحد. احنا صراحه من باطح بنحفر بالصخر. طيب شكرا جزيلا استاذ سعيد، وان شاء الله بكره الامور تنحل ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي. شكرا جزيلا، تحياتي.